إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. الناس اللي ما عندهمش سكر خالص بس عنده سكر في العيلة، والده أو والدته أو الاتنين، أو الناس السمان اللي وزنهم زيادة شوية، أو الناس اللي تحليل السكر بتاعهم عالي سنة صغيرة يعني نص نص ولسه مش محتاج علاج، اللي هم الناس اللي بنسميهم معرضين للسكر، اللي في مرحلة ما قبل السكر، اللي عندهم تحليل السكر في النص ما بين الطبيعي وما بين السكر العالي المحتاج فعلا للعلاج. الناس دول يقدروا يأخروا حدوث السكر عندهم إزاي؟ لو اتبعوا التعليمات المهمة قوي اللي هقولكوا عليها دلوقتي. وممكن كمان بعض الناس يقدروا ينجحوا بالتعليمات دي، بس إن يمنعوا حدوث السكر عندهم خالص ويقدروا يفلتوا منه. أول حاجة تنزيل الوزن على الأقل 7% من وزنهم، ده ممكن يؤدي للإصابة بالسكر عند الشخص ده لمدة 5 سنين. اتباع نظام غذائي دقيق تحت إشراف طبيب تغذية متخصص يقدر ينزل له وزنه بأسلوب علمي وآمن. ممكن قوي نأخر بالطريقة دي حدوث السكر للي عنده استعداد ليه. الحاجة التانية والمهمة قوي، ممارسة الرياضة على الأقل رياضة المشي، حتى لو نص ساعة بس 4 أو 5 أيام في الأسبوع، ده كافي إنه يؤخر حدوث السكر. اللي عنده استعداد للسكر وضغطه عالي لازم يظبطه، لو عنده دهون عالية بالدم لازم يظبطها، لازم يقلل السكريات والدهون في الأكل، لازم يكتر من الخضار والفاكهة علشان فيها ألياف بتقلل من امتصاص السكريات من الجهاز الهضمي وتمنع انها توصل للدم، وكمان بتمده بالفيتامينات المهمة علشان حاجات كتير جدا. اخر خطوة اننا ممكن ندي دواء اسم المادة الفعالة بتاعته ميتفورمين. الدواء ده بيساعد قوي على تأخير حدوث السكر بنسبة 30% في كتير جدا من الناس. كمان الدواء ده بيقلل من الشهية وبيقلل برضه من وصول السكر اللي بناكله للدم. الخلاصة ان اي حد عنده استعداد للسكر عنده فرصة ذهبية قدامه ما يضيعهاش، ولازم يستغلها كويس جدا فيقدر يحمي نفسه من السكر، أو على الأقل يأجل حدوثه سنين وسنين. أتمنى لكم كل صحة وعافية. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.